شيء انا جيت سعيد اليوم بالتواجد ديالك مع رجل بن شكران اليوم، فصراحه تلقيت تكريم من سيد عام بن شكران، فكنقول شكرا جزيلا على التكريم ديالو. شكرا ساكنه مدينه شكران على الدعم ديالها، الحمد لله يمكن لك عرفتي في التقاليد ولا كيتواجد كثر من مدينه شكران، حوالي 12 سنه او 20 سنه وانا في مدينه شكران كنحضر التدريب ديالي، فالحمد لله رقيت الحظ كثير مع هاد الناس ديال المدينه هادي، فكنشكرهم واحد بواحد وكنحس راسي دابا انا واحد منهم، فكنقول لهم شكرا جزيلا. كنتمنى ان شاء الله مهرجان مدينه شكران باقي الدورات المقبله ان شاء الله يكون في خطاش ومستقبل زين. سي سفيان، تكلمنا على الشعور ديالك وانت كتستقبل صاحبي جلاله نصر الله والتكريم الفوز ديالك بهذا الفعل. الحمد لله تلقيت التكريم ديال سيدنا الله ينصره بواحد الفخر وواحد الاعتزاز، هذا الشيء ما غادي يزيد الا عزيمه واخرى ان شاء الله. تحيه تحيه لتلك الواحد الواحد ان شاء الله، ونكمل ونزيد البلاد ان شاء الله.